بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم أيها الإخوة في اليوم الثالث والأخير من هذا الملتقى، ملتقى الحديث وعلومه لأهل الحديث. وضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الدكتور إبراهيم بن علي المغيرة، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وعنوان لقائه العلمي في هذا اللقاء هو قواعد وضوابط في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وسيستمر الشيخ من الآن وإلى صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. نترك شيخنا ليتحدث فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة، فبين يدي تناول وقفاتي مع هذا الموضوع أهنئكم أولاً بما وفقكم الله عز وجل إليه من طلب العلم والحرص على الفقه فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم نصيب من مضمون ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديثه عن سعيد بن عفير عن عبد الله بن وهب عن الزهري أنه قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. كما أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للإخلاص في طلب العلم، فإن العلم لا يثاب عليه ولا يبارك فيه ولا ينجو العبد من وعيد الله عز وجل الذي توعده من لم يخلص النية في طلبه إلا بالإخلاص لله عز وجل وتحري مرضاة الله فيه والاهتداء بهديه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجلاً تعلم العلم وعلمه فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله فيعرفها، فيقال: فما عملت فيه؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم يسحب على وجه حتى يكب في النار. وجاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث أبي داود رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح عرض الجنة. وفي رواية أيضا من حديث أبي داود: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصف وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. ثم أخيرا أذكركم أيها الإخوة أن العلم وإن سهل الله وسائله ويسر أموره وأشاعه وجعله ميسورا لمن أراده، فإنه يبقى نعمة ومنحة من الله عز وجل تستدعي من المسلم أن يبذل جهدا وأن يتذرع بالصبر وأن يكون له اقتداء واهتداء بسلف الصالح الذين كان الواحد منهم يرحل الرحلة من أجل أن يسمع حديثاً واحداً أو يعلو سنده فيه، كما حصل من بعض الصحابة وكما جاء عن كثير من السلف. وفيما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية بسنده لقبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال: سمعت شعبة بن الحجاج النيسابوري يحدث عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي أنه حدثه عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له. قال شعبة: فسألت أبا إسحاق: هل سمع عبد الله بن عطاء من عقبة؟ فغضب. فقال مسعر بن كدام: أغضبت الشيخ عبد الله بن عطاء بمكة؟ اذهب إليه فاسأله. قال شعبة رحمه الله: فرحلت إلى مكة لم أرد الحج، أردت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته عن الحديث، قال: حدثني به سعد بن إبراهيم الزهري المدني. قال الإمام مالك رحمه الله: وكان حاجا ذلك العام، سعد بن إبراهيم لم يحج العام، هو بالمدينة. قال: فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم الزهري المدني فسألته عن الحديث، قال: حدثني به زياد بن مخراق البصري. قال شعبة: إيش هذا الحديث؟ كان كوفية فصار مدنية فرجع بصرية. قال: فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته عن الحديث، قال: ليس من بابتك، أي ليس من عادتك ولا من شأنك أن تحرص على مثله. قال: قلت: حدثني به. قال: لا تريده. قلت: حدثني به، أي أنني قد تعبت في طلبه ولا بد أن أسمعه على أي حال. قال: حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: فلما ذكر زياد شهر قلت: دمر علي شهر هذا الحديث، لو صح لي هذا الحديث كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يبذلون الغالي والنفيس، ويصبرون على معاناة طلب العلم، ويتركون الأوطان من أجل أن يحفظوا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ونرى في هذه القصة مدى الدقة والحرص على أن يكون السند متصلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه والدين والحرص على طلبه والفقه فيه، وأن يمنحنا فتحه ونصره وبركته، ويعيذنا من الأهواء. أما موضوعنا أيها الإخوة فهو وقفات مع الجمع بين ما ظاهره أو ما يظن تعارضه من الحديث، وقفات مع الجمع بين ما يظن ظاهر ما يظن تعارضه مع من الحديث. وسأجعل كلامي في هذا في وقفات. الوقفة الأولى في تقريري استحالة حصول التعارض الحقيقي بين النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من المسلمات لدى المسلم أن دين الله عز وجل محفوظ من التناقض، منزه عن التعارض، وأن شريعة الله عز وجل سالمة من التضارب، وذلك أنها من عند الله العليم الحكيم الذي لا تتناقض أقواله ولا تتنافر أحكامه. ووقوع ذلك يدل على نقصان الكمال في حق من صدر منه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ثم لو جاز حدوثه لكان تكليفا، أو لكان المسلم مطالبا بالشيء ونقيضه في وقت واحد، وهذا محال، لأن هذا يؤدي إلى تعطيل الشريعة، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين. ومن هنا يستحيل التعارض في شريعة الله عز وجل، كما أنه يستحيل أن يكون في أقواله عليه الصلاة والسلام إذا صحت عنه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه إذا وقع الخلاف فإما أن يكون السبب وقوع خطأ من أحد الرواة وإن كان ثقة، أو لنسخ أو لسوء فهم السامع. وأما حديثان صحيحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخ للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما جاء على غير ما عناه به، أو منهما معا.
وبالتالي فلا يوجد ثمة تعارض حقيقي بين الأدلة في الشريعة، وإنما يكون في الظاهر إذا وجد وفي فهم المجتهد لقصور في فهمه أو لقصور في معرفته للصحيح من معلوم الحديث. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حيث أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيهما تناقض أو اختلاف لما كان في الرجوع إليهما مصلحة. كما يدل على ذلك أن الأحاديث النبوية الوحي من الله عز وجل، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كان وحيا من الله فهو منزه عن الاختلاف والتناقض، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الوقفة الثانية فهي في التذكير بما يلزم من ضوابط الفهم لنصوص السنة النبوية. فهناك ضوابط وقواعد قررها أهل العلم لا بد أن يسلكها المجتهد والحريص على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول ذلك التحقق من ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح ولا يليق بطالب العلم المجتهد أن ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير يتأكد من صحته، ثم إذا ظهر اختلاف بينه وبين ما قد ثبت قبله ظن التعارض. الأمر الثاني فهم الحديث النبوي في ضوء النصوص الأخرى الواردة في الكتاب والسنة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله إنما تفهم في سياقها كلها، ولو اقتصر الواحد على حديث واحد ثم حاول يستنبط منه بعيد عن بقية النصوص فإن الخطأ لا بد أن يكون صاحبه. أيضا لا بد من مراعاة القواعد الأصولية في فهم النص النبوي، مثل دلالة الألفاظ ومعرفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وحمل الكلام على عرف المتكلم، ومراعاة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن مقتضى الأمر هو الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة له عن ذلك. أيضا لا بد من فهم النصوص في ضوء المقاصد الشرعية دون غلو في إعمال هذه المقاصد أو تفريط بإهمالها، حيث جاءت الشريعة لتحقيق المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ولا يمكن أن يكون شرع الله وهديه معارضا لمصلحة يحتاجها البشر. إذا كانت مصلحة حقيقية وليست مصلحة أهوائية تمليها الأهواء والضعف الإنساني. أيضا لا بد من استصحاب ضرورة معرفة اللغة العربية ومعرفة ومراعاة أساليبها في فهم النص، فإن هذا النص جاء بهذه اللغة ولأهلها، أعني جاء بلسان أهلها، فلا بد أن يفهم في ضوء هذا اللسان. الأمر السادس لا بد من فهم النصوص الشرعية وفق فهم السلف الصالح، حيث هم أعرفوا بلغة الوحي وهم أقرب إلى عهد التنزيل، وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. الأمر السابع لا بد من محاذرة الفهم الجزئي للنصوص النبوية ومراعاة فهمها مجتمعة، ومع ذلك وهذا لا يكفي بل لا بد من معرفة مشكلها وطريقة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. الثامن لا بد من معرفة سبب ورود الحديث والتأمل في أقوال أهل العلم في معناه، فإن سبب الحديث يساعد كثيرا في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
والأمر التاسع لا بد من امتلاك القدرة على التمييز بين التأويل المشروع والتحريف الممنوع، فكثيراً ما تحرف نصوص الشريعة لأهواء التبست على أهلها. والعاشر لا بد من تقديم العقل، لا بد من تقديم النقل على العقل وليس العكس، فالعقل أداة فهم النص وليس مصدر للمعرفة، وما جاء في كتاب الله أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعارض العقول السليمة، وإن تعارض مع بعض العقول التي ساء فهمها أو كثر غلطها أو شابها شيء من الهوى والمقاصد الخفية. الحادي عشر الحذر من اتباع الهوى، فالهوى يعمي ويصم ويبعد عن الرشد والفهم الصحيح، ولذلك الموفقون من أهل العلم كثيراً ما يسألون الله عز وجل ويدعونه أن يوفقهم لفهم الحق. الثاني عشر مراعاة أن الأصل في نصوص السنة أن تفهم على ظاهر معناها إلا لدليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك، فلا يصار إلى التأويل غير المتبادر بلا دليل ثابت. وأما الحادي عشر فهو إدراك طبيعة قواعد التحديث وقوانين الرواية التي كفلت عدم وجود تعارض حقيقي أو تناقض بين أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة علم مختلف الحديث، وهو علم عظيم القدر يحتاج إليه العالم والفقيه، ولا يتقنه إلا من اتسع علمه ودق فهمه. أما الوقفة الثالثة فهي في بيان المراد بالتعارض ومدى إمكان وقوعه وأسباب دعوى حصوله. ويراد بالتعارض أيها الإخوة التقابل على سبيل الممانعة، التقابل على سبيل الممانعة. فالتعارض في اللغة يستعمل في معاني من أهمها المنع، ومنها أيضا المقابلة، كما تقول عارضت كتابي بكتابه أي قابلته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، أخرجه البخاري ومسلم. أما التعارض في الاصطلاح العرفي عند العلماء فالمحدثون يسمونه مختلف الحديث، ويضبطونه بأنه الحديث المقبول الذي عارضه في الظاهر مثله وأمكن الجمع بينهما. الحديث المقبول الذي عارضه مثله أي في الدرجة والقوة، وفي المعنى الذي عارضه في الظاهر مثله وأمكن الجمع بينهما. أما الأصوليون فلهم تعريفات متعددة وهي متقاربة وإن اختلفت ألفاظها، فمن ذلك أنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، ومنها أنه تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلا ظاهرا أي في الظاهر. وقيل إنه اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر، وقيل إنه تقابل الحجتين المتساويتين على وجه توجب كل واحدة منهما ضد ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة والنفي والإثبات، أي إحدى الحجتين تقتضي الحل والأخرى الحرمة، وتقتضي حجة نفي الشيء بينما الحجة الأخرى تقتضي إثباته. ومع تقرير عدم تصور وقوع التعارض بين الأدلة في نفس الأمر، فقد يحصل للبعض اعتقاد وقوع التعارض، وذلك لأسباب، منها أن يكون أحد الدليلين ناسخاً والآخر منسوخاً ولا يوفق المتوهم إلى معرفة ذلك فيظن التعارض في مثل هذه الحالة، مع أنه لا يوجد في الحقيقة أدنى أي تعارض، إذ المعول عليه في هذه الحال
إنما هو على الناسخ. السبب الثاني قصور عقل الباحث المجتهد عن فهم الدليلين، فيعجز الناظر في الدليلين عن فهمهما فيعتقد تعارضهما، وليس الأمر كذلك، حيث يجد المجتهد الموفق وجها للجمع بينهما. أما السبب الثالث فهو أن يتعلق دليلان بحالتين مختلفتين، ويظن المتوهم أنهما حالة واحدة فيتوهم تناقض الحكم بسبب ذلك. وأما السبب الرابع فهو أن يكون الدليل ظني الدلالة بأن يحتمل أكثر من معنى، بخلاف قطعي الدلالة فإنه لا يحتمل إلا وجها واحدا فيؤول لحساب الدليل القطعي ولا تعارض إذن. السبب الخامس أن يتوهم مدعي التعارض وقوع التضاد بين العقل والشرع، وعند التحقيق والتأمل والبحث يرتفع ظن التعارض، وهذا كثير. السادس أن يقع الاختلاف بين دليل قطعي وآخر ظني من حيث الثبوت، وهذا لا يعتبر تعارضا لعدم التساوي. وأما السبب السابع فهو اختلاف الرواة في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل اختلافهم في حجة رسول هل كان صلى الله عليه وسلم فيها قارنا أو مفردا أو متمتعا، وكل هذه حالات يجوز أن يفهمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نية القران أو التمتع أو الإفراد مما لا يطلع عليه الناس ما دام أن صاحبه لم يتلفظ به. السبب الثامن ورود الخبر في مسألة تتعلق بعدة قضايا، ثم يأتي خبر آخر يزيد على هذه القضية أمورا أخرى، فيظن من لا علم له أن في ذلك تعارضا، غافلا عن كون الشريعة لم تأتي جملة واحدة وإنما جاءت آحادا وفصولا تتوالى مرة بعد أخرى. وبهذا أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة. أما السبب التاسع فهو أن يقع الناقل الثقة في الوهم، فيأتي نقله مخالف لحقيقة الأمر ولا ينتبه مدعي التعارض لهذا الوهم، فيحتج بما نقله ويعارض بحديثه حديث غيره، والواقع أنه لا تعارض في مثل هذه الحال، وذلك لعدم اعتماد ما وهم فيه هذا الثقة. أما السبب العاشر فهو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجهين، إشارة إلى الجواز كأحاديث صلاة الوتر أنها 7 أو 9 أو 11 أو 13 ركعة، فربما ظن غير المستبصر أن هذا يوحي بالتعارض. السبب الحادي عشر أن يسمع الصحابي حكما جديدا ناسخا للأول، ولا يكون الصحابي الثاني قد سمعه، فيظل يروي الحكم الأول على ما سمع من قبل، إلى غير. كما أن من الأسباب الجهل بسعة لسان العرب، فإن العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني المتعددة، وبلسانها لزن القرآن وجاءت السنة، فمن جهل ذلك قصر فهمه لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فربما ظن التعارض. أما السبب الثالث عشر فتعدد وقوع الفعل الذي حكاه الصحابي بأن يقع مرتين في ظرفين مختلفين، فيحكي هذا ما شاهده في ذلك الظرف، ويحكي الثاني ما شاهده في ظرف آخر، وليس في الحقيقة من تعارض، حيث حصل الفعل ابن صلى الله عليه وسلم في حالتين مختلفتين. ومن أمثلة ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، أخرجه الأربعة سوى الترمذي وقد صحه الألباني، مع حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه طلق أنه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي
فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ رواه أصحاب السنن وغيرهم وصححه الألباني. وقد جمع بين هذين الحديثين بحمل حديث بسرة على حال مسه بشهوة، وحمل حديث طلق على حال مسه بدونها. وهناك من ذهب إلى تصحيح حديث طلق ورأى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهناك من قال بالتفصيل بينما إذا مسه بشهوة أو بدونها. والحاصل أنه إذا صح حديث طلق بن علي فيقال به ويؤخذ به، وأما إذا لم يثبت فلا يبقى فيه حجة، وقد ثبت القول بنقض الوضوء بمس الذكر عن عدد من الصحابة كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار. فقال: وأما الصحابة القائلون بإيجاب الوضوء مس الذكر فعمر وابن عمر وأبو هريرة على اختلاف عليه، والبراء بن عازب وزيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص في رواية أهل المدينة عنه. أما الوقفة الرابعة فهي في بيان مسالك أهل العلم في دفع ما يظن تعارضه من الحديث. فمع اتفاق العلماء على العمل بالنسخ فيما إذا نص الشارع صلى الله عليه وسلم على نسخه، كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ففي هذه الحال لا بد من العمل بالنسخ وليس من مجال للتوفيق بين الأحاديث التي قد يظهر بها تعارض، لأن الشارع حسم الأمر بنصه على النسخ. لكن العلماء اختلفت مسالكهم في سوى ذلك، أي في دفع ما يظن تعارضه مما لم ينص فيه على النسخ. فالقول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم هو دفع التعارض بين مختلف الحديث، فالذي عليه جماهير أهل العلم في دفع التعارض بين مختلف الحديث أن يسلك المجتهد الطرق التالية: فيبدأ أولاً بالجمع بين الحديثين لاحتمال أن يكون بينهما عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو مجمل ومبين. وذلك أن القاعدة عند أهل العلم أن إعمال الكلام أولى من إهماله. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهان يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء للواحد هذا يحله وهذا يحرمه. أما الخطوة الثانية فهو النسخ، إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين ينظر في التاريخ لمعرفة المتأخر المتقدم، فيعمل بالمتأخر ويكون هو الناسخ، ويترك المتقدم باعتباره منسوخا. الخطوة الثالثة هي الترجيح، فإذا لم يمكن الجمع ولم يقم دليل على النسخ وجب المصير إلى الترجيح بين الحديثين، وذلك بتقوية أحد الحديثين على الآخر بدليل وليس بمجرد الهوى. أما الخطوة الرابعة فهو التوقف في حال عدم إمكان الجمع ولا ثبوت النسخ ولا إمكان الترجيح، فيتوقف في النصين، ولكن هذا التوقف إنما هو توقف مؤقت بالنسبة للإنسان، فقد يظهر له في تالي الأمر ما يرفع الإشكال، وقد هو يتوقف وغيره من أهل العلم لا يتوقف.
أما المذهب الثاني فهو أن يرى الناظر أولا في النسخ، فإذا علم السابق وكان متساويين في القوة حكم بنسخ السابق، وإلا تم اللجوء إلى الترجيح بحيث يقدم الدليل الذي له مزية على الآخر. القول الثالث هو مذهب من يرى الابتداء بالجمع ثم الترجيح. والقول الرابع مذهب ابن حزم، وهو أنه يرى الابتداء بالجمع بين الأحاديث ثم اللجوء إلى النسخ، وليس من مجال للترجيح عنده، لأنه يرى أن الأحاديث تفيد اليقين، واليقين في نظره لا يتفاوت، فليس من سبيل إلى الترجيح. ويشترط لصحة التوفيق بين الأحاديث عدة شروط، فليس كل جمع بين دليلين يصح، وإنما يصح ما توفرت فيه الشروط المعتبرة، ومنها أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابت الحجية، فلا يجوز الجمع بين دليلين ضعيفين بل يترك العمل بهما جميعا. الثاني، لا يجوز الجمع بين دليلين أحدهما قوي والآخر ضعيف، بل يصار هنا إلى ترجيح الأقوى ويهمل الضعيف. الشرط الثالث، أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والنظر الدقيق في الشريعة، فليس كل أحد مؤهلا لأن ينظر في هذا العلم الدقيق وأن يحكم باجتهاد قد يكون قاصرا وغير مستكمل أدواته. والشرط الرابع، ألا يخالف المجتهد بجمعه وتأويله الأحكام الشرعية المتفق عليها أو ما علم من الدين بالضرورة، لأن ذلك لا بد أن يكون دالا على عدم صحة هذا الجمع. أما وقفتنا الخامسة أيها الإخوة فهي في أحوال التعارض في الحديث، فتوهم التعارض في الحديث يكون على أحوال: أولها توهم تعارض النصين، وثانيها توهم تعارض الحديث مع أصول الدين وقواعد الشريعة، وثالثها توهم تعارض الحديث مع العقل والواقع ونواميس الكون. فمن الحال الأولى وهو موضوع بحثنا تعارض النصين ما يلي: أولاً، ما تكون دلالة القرآن فيه صريحة في مسألة ما وتعارضها دلالة الحديث الصريحة كذلك، مثال ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المروي في كتب الصحاح يقابله في الظاهر قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذ كيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يتأخر عنه ولا يتقدم. من هنا المتأمل يدرك أن هناك تعارضا في الظاهر واقعا بين النصين، وهنا لابد من إدراك أمرين: أولهما أنه لا يمكن الترجيح، بين الآية والحديث، لأن الحديث ثابت في كتب السنة بلا خلاف بين أهل العلم، وبالتالي يجب المصير إلى الجمع والتوفيق. وحاصل أجوبة أهل العلم تتلخص في أنهم اتجهوا في ذلك إلى اتجاهين: الأول، القول بأن الزيادة الواردة في الحديث ليست على حقيقتها، وإنما هي كناية عن البركة في العمر وحسن الذكر، وذلك بسبب ما وفقوا إليه صاحب الطاعة من عمارة وقته بأعمال الآخرة فلا تضيع، وما يوفق إليه من علم يبقى بعده،
فكأن عمره لم ينتهي بسبب ذلك. أما الاتجاه الثاني فهو أن الزيادة حقيقية، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء كابن عباس وابن قتيبة والشوكاني والعسقلاني وغيرهم كثير. وقد حملوا الآية على أنها المقصود بها ما في علم الله عز وجل وما في الكتاب المحفوظ فإنه ثابت لا يتغير، وأما ما في الحديث فهو ما في علم الملك الموكل بقبض الروح، فإنه عنده أن فلانا إذا وصل رحمه يكون عمره إلى 100، وإذا كان لم يصل رحمه يكون عمره 60 أو 80، وبهذا يزول الإشكال بين الحديث وبين الآية. والقول بأن الزيادة في الرزق والعمر على حقيقتها هو الأرجح والأقرب للصواب، وذلك لعدة أسباب منها. أولها أنه لا يترتب عليه إهمال الحديث الثابت وترك العمل به مع ثبوته. والثاني الدلالة اللغوية، فإن كلمة ينسى تعني التأخير، ولا يمكن حملها على شيء سوى التأخير. الأمر الثالث المؤيد لحمل الزيادة على الحقيقة بعض ما جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه لبعض أصحابه، كما في دعائه لأم قيس ولأنس رضي الله عنهم بطول العمر، فكان الدعاء يزيد في العمر على الحقيقة. وقد روى البخاري أن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. قال: فدعا لي بثلاث، فدفنت 130، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2 مرات، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. فكل هذا يؤيد أن الزيادة حقيقية وليست كناية عن البركة، وقد حصل بهذا التوفيق الجمع بين النصين، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونص الآية الكريمة. ثانياً، من توهم تعارض النص أن يكون التعارض صريحاً بين النصين، لكنه تعارض لفظي يستلزم فهم كل لفظة في النصين بما لا يتعارض مع الآخر. أن يكون التعارض صريحاً بين نصين، لكن هذا التعارض إنما هو تعارض لفظي يستلزم فهم معنى كل لفظ في النصين بما لا يتعارض مع الآخر، وذلك بأن تكون لفظة محددة وردت في نص الحديث أو في نص آية، وهذه اللفظة تقتضي النهي أو تقتضي الأمر، وتأتي هذه اللفظة نفسها في نص آخر في موضع آخر مخالف تماما تقتضي النهي أو تقتضي الأمر على عكس الأول. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يقابل هذا الحديث وعند لفظة وأنتم تسعون جاء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالآية تحث على السعي إلى الصلاة، بينما الحديث ينهى عن السعي إلى الصلاة، وعلى هذا فإن الاستشكال قد حصل، كما يشعر بذلك كلام النووي حيث قال: فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيا سواء في صلاة الجمعة وغيرها، وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. ولكن عند التأمل في النصين نجد أنه يمكن أن يحمل كل لفظ فيهما على ما لا يتعارض مع الآخر، فيحمل وأنتم تسعون السعي السريع فهذا منهي عنه لأنه يذهب الخشوع ولا يليق بسكينة الصلاة وخشوعها، وقد جاء النهي عن ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بينما السعي في الآية المراد به مطلق المشي والعمل وليس السعي الذي هو الإسراء. ويدل على ذلك ما جاء عن الشافعي أنه قال: ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل لا السعي على الأقدام، قال تعالى: إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لشتى. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقال: وكان سعيكم مشكورا. وقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. مما يؤكد هذا الفهم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى المسجد يوم الجمعة فلقيت أبا ذر رضي الله عنه، فبينا أنا أمشي إذ سمعت النداء، فرفعت في المشي لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فجذبني، أي أبو ذر، جذبة كدت أن ألاقيه، فقال: أولسنا في سعي؟ لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود يقرآن الآية: فامضوا إلى ذكر الله بدلا من فاسعوا. وبهذا يتأكد ما سبق من أجوبة العلماء على ما يفهم من التعارض بين نص الآية ونص الحديث، وبالتالي فلا تعارض بين ما أمر به الله عز وجل في كتابه العزيز وبين ما حثت عليه السنة المشرفة، لأن اتفاق اللفظين في اللفظ والنطق لا يعني اتفاق المعنيين، وهذا ما أكد عليه كثير من العلم. فقد جاء في صحيح ابن خزيمة: باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم العلم ولا يميز بين المعنيين قد يخطر بباله أنهما مختلفان، فقد أمر الله عز وجل في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السعي إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتيتم الصلاة فلا تمشوا إليها، فلا تسعوا إليها، وامشوا وعليكم السكينة. فالله عز وجل أمر بالسعي إلى الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السعي إلى الصلاة، فالسعي الذي أمر الله به للجمعة هو
المضي إليها غير السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة، لأن السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم هو الخبب وشدة المشي للصلاة الذي هو ضد الوقار والسكينة، فما أمر الله عز وجل به غير ما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاسم الواحد يقع عليهما جميعا. ويؤيد هذا الفهم اللغة ويعضده فهم اللغويين، حيث قال ابن منظور: السعي عدو دون الشد، سعى يسعى سعيا، وفي الحديث إذا أقيمت الصلاة إلى آخره. فالسعي هنا العدو، سعى إذا عدا، وسعى إذا مشى، وسعى إذا عمل، وسعى إذا قصد. وإذا كان بمعنى المضي عدي بإلى، وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام والسعي القصد. وبذلك فسر قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وليس من السعي الذي هو العدو أو العدو. أما الثالث من دواعي التعارض فهو توهم تعارض النصين وورود التعارض بين قولين للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظهما صريح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإذا لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاة شجرة فليفطر عليه. أخرجه من حديث الصماء بنت بوسر عن النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي والدارمي والطحاوي وغيرهم. ولهذا الحديث حديث معارض ورد بإسناد صحيح، أخرجه البخاري في الصوم، وهو حديث همام عن قتادة عن أيوب عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: فتريدين أن تصومي غدا؟ الحديث. وكذا الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وكذلك حديث صيام داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، مما يوجب أن يكون وأن يقع ضمن صيامه يوم السبت مرتين كل شهر على الأقل. كذلك صيام الأيام البيض، فإنه لا بد أن يصادف السبت أحد هذه الأيام، إلى غير ذلك من الأحاديث التي قد يفهم منها التعارض مع الحديث الأول. فواضح أن بين مثل هذه الأحاديث وحديث النهي عن صيام السبت تعارضا ظاهرا، وذلك أن هذه الأحاديث تجيز للمرء أن يصوم السبت إن صام قبله الجمعة، وواضح أن سياق الأحاديث لم تذكر الفريضة فيها، بل هو تطوع محض بعكس حديث الصماء رضي الله عنها، ففيه منع ذلك ما لم يكن صوم يوم السبت صوم فريضة. ولذا اختلف العلماء والباحثون في صحة هذا الحديث وفي حجيته ما بين مكذب ومضعف له إلى مصحح له، بل إلى من يضعه في أعلى درجات الصحة. وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذا الحديث وتناول فيه أقوال من رفض الحديث وضعفه أو حمله على النسخ، وانتهى إلى قوله: واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة
على صوم يوم السبت يعني قال قال ابن القيم رحمه الله واحتج الأثر بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت يعني أن يقال يمكن يبدو في الكلام نقص وساقط وحاصله أنه يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره ويحمل حديث النهي على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص وهذه طريقة جيدة. أعيد كلام ابن القيم قال واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره وحديث النهي على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو مضافاً لأن الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ولو كان مما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة فلما خص الصورة المأذونة في صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم لحديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ. وإلى مثل ما ذهب إليه ابن القيم ذهب شيخ ابن تيمية قبله فقد قال في اقتضاء الصراط المستقيم بعد أن ساق أقوال بعض من رفض الحديث وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخ وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود وقال في موضع آخر وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد فإنه سئل أي أحمد عن عين الحكم فأجاب بالحديث وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه أي العمل به فهو عنده ليس بشاذ. وخلاصة القول في هذا الأمر أو في هذا الحديث بأنه يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول الجمع بين الحديثين وهذا يقود إلى قبول قول من حمل النهي على أنه نهي عن إفراد الصوم أو إفراد يوم السبت بالصوم لا منع الصوم من ذلك مطلقا. والقول الثاني الترجيح لقول من ذكر أن الحديث شاذ أي حديث طلق بن علي وتصحيح الحديث الآخر وقد جاء في كلام مرعي بن يوسف الكرمي ترجيح الجمع على القول بشذوذ الحديث حيث قال في شفاء الصدور فهذا الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام: قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان أو استحبابا كيوم عرفة ويوم عاشوراء
وقسم نهي عن صومه مطلقا كيوم العيدين، وقسم نهي عن تخصيصه كيوم الجمعة وشهر شعبان، وإفراد صوم السبت وإفراد رجب، فلو صيم مع غيره أو وافق عادة لم يكره، أي صوم يوم السبت، وبهذا يتحقق العمل بالحديثين معا. أما الداعي الخامس من دواعي حصول دعوى التعارض بين الحديثين فهو توهم التعارض في حديثين، أحدهما دلالته ظاهرة والآخر دلالته مستنبطة. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجده يمشي بين القبور وعليه نعلان، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتتين، ويحك، ألقي سبتتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، أخرج أبو داود والنسائي وأحمد والطحاوي والطبراني وغيرهم. فهذا الحديث الصريح أو فهذا الحديث صريح في منع المشي بين القبور بالنعال، يعارضه حديث آخر فهم منه جواز المشي بين القبور بالنعال، وهو ما روى البخاري في كتاب الجنائز ومسلم في كتاب الجنة وصفتها وصفة نعيمها من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا، كما أخرج أبو داود وأحمد والبيهقي والطحاوي من حديث أبي هريرة. فيفهم من هذا الحديث وما في معناه جواز المشي بين القبور بالنعال، حيث قال في الحديث: ليسمع خفق نعالهم، وهذا ما فهمه غير واحد من أهل العلم ومنهم الطحاوي، فإنه قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال، ثم ساق هذا الحديث. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الحديثين، وذهب آخرون إلى الترجيح بينهما. أما الذين ذهبوا إلى الجمع فقد قال بعضهم إن النهي الذي كان في الحديث الأول من أجل النجاسة التي كانت في النعلين لئلا ينجس القبور كما قد نهي أن يتغوط عليها أو يبال، وإلى هذا الرأي ذهب الطحاوي والبيهقي. ويشكل على هذا الرأي أنه لو كان في النعل قذر أو نجاسة لنقل هذا في إحدى روايات الحديث، ولذلك قد أنكر هذا الجمع ابن حزم، فقد قال في المحلى: وقال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه، فقال: لعل تينك النعلين كان فيهما قذر. قال أبو محمد ابن حزم: من قطع بهذا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قوله ما لم يقل، ومن لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن، وقف ما لا علم له به. وهذا قول شديد لا يناسب، ولكن تغلب على ابن حزم رحمه الله بعض الحدة في الرد على من يخالفه. الآخرون ذهبوا
إلى أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النعال السبتية وهي المدبوغة بالقرض لما فيها من الخيلاء. قال الخطابي في معالم السنن: وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم، كما قال الشاعر يمدح رجلا ويحذي نعال السبت ليس بتوأمي. وقال أبو عبيد في غريب الحديث: وإنما ذكرت السبتية لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة، لأن أهل السعة منهم لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبس غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم والشرف، أي فإنهم يدبغونها لسعة مالهم. وهناك قول ثالث في الجمع بين الحديثين ذكره ابن حزم، إذ أنه رأى أن النهي عن المشي بين القبور مختص بالنعال السبتية لأنها سبتية، دون أن يعلل وذلك جريا منه على حمل المراد على ظاهر اللفظ، فقد قال بعد رواية حديث إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده، وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة على عموم إنذاره عليه السلام بذلك، ولم ينهى عنه، والأخبار لا لا والأخبار لا تنسخ أصلا، فصح إباحة لباس النعال في المقابر، ووجب استثناء السبتية منها لنصه عليه الصلاة والسلام عليها. وإلى هذا الرأي مال القاضي أبو يعلى وغيره. وقال الإمام القيم عن تعارض الحديثين: وأما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم إنه يسمع قرع نعالهم فمعارضة فاسدة، فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه، فكيف يعارض النهي الصحيح به؟ وقيل قريبا من هذا ذهب ابن حجر رحمه الله، فقال بعد حكايته الحديث: واستدل به على جواز المشي بين القبور ولا دلالة فيه. وقال أيضا: وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيه من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وهو حديث صحيح. ولكن يمكن أن يقال بما يقطع النزاع، بأن يقال: لا يمنع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه النعال في حياته المعتادة أن ينهى عنها عند دخول المقابر، لما يجب أن يكون عليه المؤمن من خشوع وتواضع، وبخاصة في مثل هذه المواضع، وبهذا يزول توهم التعارض دون الحاجة إلى إهمال أحد الحديثين. والحاصل أن المقصود هنا هو إثبات أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي، وأن ما يثبت من النصوص يمكن أن يوفق بينها بوجه من الوجوه، وأما مسائل الفقه وتفاصيل الخلاف فيها فليس هذا موضع تفصيله، وكتب العلم
لا تكاد تخلو منه. أما الداعي السادس من دواعي توهم التعارض في الحديث نفسه، فهو أن يكون التعارض في الحديث نفسه، ومثاله ما رواه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البخاري في الوضوء ومسلم في كتاب الطهارة باب كراهة غسل المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها. وذلك بلفظ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد أورد ابن قتيبة هذا الحديث في تأويل مختلف الحديث فقال: قالوا، أي الذين يدعون التعارض، حديث يفسد أوله آخره. قالوا: رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: وهذا الحديث جائز لولا قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، وما منا أحد إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات بدنه، وحيث باتت رجله وأذنه وأنفه وسائر أعضائه. وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه في نومه، ولو أن رجلا مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته، فكيف بأن يمسه وهو لا يعلم؟ والله لا يؤاخذ الناس بما لا يعلمون. فالمعترض المتوهم أشكل عليه هنا أمران: الأول قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، حيث فهم من ذلك أن جسمه يبات في مكان ويده في مكان آخر، فقال: وما منا إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات بدنه وحيث باتت رجله. وهذا الاعتراض منقوض بالرواية الأخرى عند ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في سننه بزيادة لفظة منه، فقد قال ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده منه، أي أنه لا يدري أين باتت يده من جسده. ثم روى الحديث ولفظه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه. فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. وإسناده في هذا الحديث صحيح، فبهذا ينتقض الاعتراض الأول. وقد نبهنا إلى استحالة حصول التعارض الحقيقي بين نصوص الشريعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التعارض إنما هو تعارض فيما يبدو للمجتهد وليس في الحقيقة ثم تعارض، وإنما يرتفع هذا التعارض بعد التأمل وبعد النظر من خلال التوفيق بالوجوه التي
تدفع هذا التعارض الذي يظنه بعض المجتهدين. وعلى هذا عامة أهل العلم أنه لا يمكن أن يكون ثم تعارض بين شرع الله عز وجل، فإنه تنزيل من حكيم حميد. وذكرنا أنه يقصد بالتعارض التقابل والتضاد، بحيث يكون هناك حديثان يعارض أحدهما الآخر في المعنى، بحيث لا يمكن العمل بأحدهما إلا مع انتفاء العمل بالثاني، وهذا غير موجود في شرع الله عز وجل، وإنما هو تعارض نسبي فيما يبدو للمجتهد ثم يزول، ويزول من خلال الفهم الصحيح والتعامل المنهجي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال التحقق من ثبوت النص وفهمه في ضوء نصوص السنة الأخرى وآيات الكتاب ومراعاة القواعد الأصولية، وفهم النص في ضوء المقاصد الشرعية، واستصحاب ضرورة معرفة اللغة العربية وفهم النصوص وفق فهم السلف الذين هم أعرف باللغة العربية وأقرب إلى عهد التنزيل وقد زكاهم صلى الله عليه وسلم، ومحاذرة تقديم العقل على النص، فإن من قدم العقل على النص في معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم كثر خطأه وزلله ولم يستقم له الأمر، كما ينبغي الحذر من اتباع الهوى، فإن الأهوال الخفية كثيرا ما تصرف الإنسان عن معرفة الحق. ثم لا بد من إدراك أن نصوص الشريعة تحمل على ظاهرها وتفهم بحسب المتبادر منها دون تأول إلا لقرينة ظاهرة ثابتة. ثم لا بد من إدراك طبيعة قواعد التحديث وقوانين الرواية التي حفظت لنا هذه السنة وضبطت لنا فهمها. ويقع التوهم التعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة نبه أهل العلم عليها وأشرنا إليها سابقا، والعلماء رحمهم الله اتفقوا على أن الحديث إذا كان ثابتا نسخه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بهذا النسخ ولا يبحث لا في ترجيح ولا في جمع، لأن العبرة بالناسخ حيث ثبت نسخه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يثبت النسخ بنص صريح فهنا اختلف العلماء في التعامل مع الأحاديث التي يظن أن بينها تعاوضا في الظاهر، ولهم في ذلك ثلاثة مسالك مسلك جماهيرهم وأكثرهم، وهو أن يسلك معه ثلاث خطوات أربع خطوات: الخطوة الأولى البحث في الجمع بين الحديثين والتوفيق بينها بوجه من الوجوه السائغة، والثاني البحث عن التاريخ لمعرفة أي الدليلين هو الأسبق ليكون منسوخا، والخطوة الثالثة هو الترجيح بين الأقوال التي يظن أن بينها تعارضا إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف النسخ، ثم في الأخير يتوقف إذا تعذر كل من الجمع والنسخ والترجيح. ونبهنا إلى أن هذا التوقف إنما هو توقف مؤقت إلى حين أن يتبين وجه الترجيح، وذلك أنه قد يشكل على مجتهد ولا يشكل على الآخر، ويشكل على مجتهد في وقت ثم يرتفع هذا الإشكال. وهذا المذهب هو الذي ارتضاه جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين، لكن ذهب غيرهم وهو منسوب الحنفية إلى أن الناظر لا بد أن يبدأ بالنسخ، فإذا ثبت النسخ قدم السابق وإلا لجئ إلى الترجيح
ثم إلى الجمع في الأخير. وهناك القول المنسوب لابن حزم وهو أنه يبحث في النسخ مباشرة ثم الجمع ولا يسلك الترجيح، لأن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم متساوية مبنية على اليقين ومتساوية في الدرجة، ولا يمكن ترجيح أحدها على الآخر. وقد اشترط أهل العلم لصحة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها يتعارض عدة شروط، من أهمها أن يكون كل من الدليلين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجمع ولا يوفق بين حديثين ضعيفين بل يطرحان، ولا يجوز الجمع بين دليلين أحدهما قوي والآخر ضعيف فيعمل بالقوي ويترك الضعيف، كما أن الذي يتولى الإجماع ويتصدى له لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد والنظر والمعرفة في علوم الشريعة لكي يكون مؤهلا للحكم في هذا الذي يظن أنه تعارض. فليس علم الشريعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ليس ذا بال يطرقه كل من يشاء ويقول فيه من هواه بما شاء. والشرط الرابع أن هذا المجتهد لا بد أن يلتزم أصلا مهما، وهو أن يكون تأويله غير متناقض مع المتفق عليه والمعلوم من الدين بالضرورة، لأنه يستحيل أن يقبل هذا إذ هذا يقتضي التناقض. وذكرنا أيضا في وقفة أخرى أن أحوال التعارض في الحديث إما أن تكون تعارضا بين نصين ثابتين، وإما أن يكون توهم تعارض الحديث مع أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشرع، أو أن يكون توهم تعارض مع العقل والنواميس الكونية. وكلامنا فيما مضى كان فيما يتعلق بالحالة الأولى، وهو التعارض بين النصوص الثابتة أو الواردة وليس مع أصول الدين أو مع العقل، فذاك يحتاج إلى بسط آخر ووقت أوسع. ذكرنا أن من النوع الذي يتعارض فيه النص مع النص ما تكون دلالة القرآن فيه صريحة وتعارضها دلالة للحديث أيضا صريحة، مثل ما مثلنا من حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، مع قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقلنا إن المختار في هذا هو التوفيق بين النصين بحمل كل واحد منهما على معنى لا يتعارض مع الآخر، بحمل الآية على ما في أم الكتاب وما في علم الله عز وجل، وحمل الحديث على ما في علم الملك أي ملك الموت، بأنه يكون في علمه أن فلانا إن بر وإن وصل رحمه كان عمره أكثر، وإن لم يصل رحمه كان عمره أقل. والحالة الثانية أن يكون توهم التعارض بين نصين، وتكون التعارض بين هذين النصين تعارض صريح ولكنه تعارض لفظي، مثل تعارض فهم معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي والإسراع إلى الصلاة، ومثل ما جاء في قول الله عز وجل من الأمر بالسعي إلى الصلاة إذا نودي لها من يوم الجمعة. وبينا أن التوفيق بين الآية وبين الحديث بأن السعي في الحديث يقصد به العدو الذي يذهب الخشوع والسكينة، وأن الأمر المأمور به في الآية إنما هو المضي والذهاب إلى الصلاة. والحالة الثالثة أو الداعي الثالث من دواعي التعارض
توهم تعارض النصين وورود التعارض بين قولين للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظهما صريح، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت إلا في فريضة، ومثل ما ثبت في أحاديث كثيرة مما يدل على إذنه عليه الصلاة والسلام في صوم يوم السبت إذا كان قبله يوم أو وافق سبباً كأن يكون يوم صيام البيض أو كان صيام يوم وإفطار يوم الذي هو صيام داود، ومر معنى التوفيق بين الحديث والآية بأن الحديث الذي فيه النهي عن صيام السبت محمول على ما إذا صامه منفردا، وأما إذا صامه ويوما قبله أو يوما بعده ولم ينفرد فإنه في معنى بقية الأحاديث الأخرى، وبالتالي ليس من تضاد بين هذه الأحاديث. الأمر الخامس أو الحالة الخامسة ورود توهم التعارض في الحديثين، أحدهما دلالته ظاهرة والآخر دلالته مستنبطة، فيعمل بالدلالة الظاهرة ويرجح، ومن ذلك حديث النهي عن المشي بين القبور بالنعل السبتتين، وفي هذا حصل خلاف بين أهل العلم، حاصله أن منهم من قال بالترجيح بين الحديثين، ومنهم من قال إن النهي محمول إما على أن في النعلين نجاسة أو لأنها نعلين سبتيتين وهما فيها شيء من الخيلاء الذي لا يناسب حالة الموت وحالة القبور، أو أن النهي أو أن الإذن في أو أن سمع قرع النعال لا يعني الإذن في ذلك، بل هو من الإخبار عما يكون في الواقع دون أن يستلزم ذلك جوازه. الحالة السادسة توهم التعارض في الحديث نفسه، وذلك مثل ما رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، ورواه البخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة أيضا، والترمذي في الطهارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد استشكل ووقفنا عند هذا الحديث، وقد استشكل هذا الحديث في ذاته نفسه، أي كأنه فهم منه أنه غير معقول المعنى، لأنه ورد في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. فمن ادعى أو توهم التعارض كأنه قال: كيف لا يعلم الإنسان أين باتت يده ويده معه لابد أن تكون باتت في المكان الذي هو فيه، وبالتالي هذا غير معقول المعنى في نظره. والإشكال الثاني هو أنه حتى لو باتت يده معه فأكثر ما يمكن أن يحصل هو أن تقع هذه اليد على فرجه فينتقض وضوءه أو تتنجس يده مما يستدعي غسلها، وهذا لو حصل فإنه في نظرهم لا يستلزم شيئا، فضلا على أنه إنما حصل من هذا الإنسان من حيث لا يعلم، كما لخص ذلك ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث حينما قال حكاية عن قولهم: وهذا الحديث جائز، أي أنه مقبول عندهم ولا إشكال فيه، لولا قوله فيه فإنه لا يدري أين باتت يده، وما منا إلا وهو قدر أن يده باتت حيث بات بدنه،
وحيث باتت رجله وأذنه وأنفه وسائر أعضاءه. ثم قالوا: وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه في نومه، ولو أن رجلا مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته، فكيف بأن يمسه وهو لا يعلم؟ والله لا يؤاخذ الناس بما لا يعلمون. فإذا اعتراضهم يتلخص في قوله: أين باتت يده؟ وهذا الاعتراض يمكن رده بما جاء عند ابن خزيمة من تفسير ذلك، حيث جاء فيه روايته: فإنه لا يدري أين باتت يده منه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده منه. وهذه الرواية إسنادها صحيح، ويمكن دفعه بأنه وضحت الرواية أن المقصود أن هذه اليد باتت منه وليست بعيدا عنه، فلا إشكال. أما الإشكال الثاني عندهم فهو أنه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، أي على أي جزء من أجزاء جسمه، وهذا لا يوجب غسل لليد، لأن أقصى ما يمكن أن تمسه هو الفرج، وهو لا يرى وجوب مس أو لا يرى نقض الوضوء بمس الفرج. قال الشافعي رحمه الله في توضيح ما يرفع هذا الإشكال، قال: إن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يؤمن أن تطوف يده على المحل النجس أو على بثرة أو قملة ونحو ذلك فتنجس. فالعلة إذن هي ليست مجرد الخوف من مس الفرج، بل الخوف من التنجس. ولهذا قال الشاطبي كما في الاعتصام: إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسة في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم، أو يكون قد استجمر فوق موضع الاستجمار، وهو لو كان يقظان فمس لعلم بالنجاسة إذا علقت بيده، فيغسلها قبل غمسها في الإناء لئلا يفسد الماء، وإذا أمكن هذا لم يتوجه الاعتراض. وبهذا التوضيح يندفع الاعتراض الثاني، وهذا تعليل معقول، إذ الخشية لا بد مترتبة من خوف إصابة النجاسة بيده في أثناء نومه، ومن هنا شرع صلى الله عليه وسلم لمن نام ألا يغمس يده في إناء وضوئه إلا بعد أن يغسلها. الحالة السابعة هو توهم تعارض القول مع الفعل، وذلك أن يرد قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن أمر ما، ثم ينقل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا الأمر وفعله، مما يجعل الناظر إلى هذين النصين في حيرة وفي شك وارتياب. ومن أمثلة هذا التعارض أي بين القول والفعل ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وأخرج مثل هذا المعنى الترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة ومعقل بن أبي معقل، ومن حديث أبي سعيد الخدري. ولكن مقابل هذا نقل البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. فإذا عندنا حديث فيه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. وهذا حديث قولي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
من جهة أخرى فيه حديث آخر ثابت، وهو حديث أن ابن عمر ارتقى على ظهر بيته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، أي يقضي حاجته. فهنا يستدعي الأمر توفيقا بين النصين، أو بين النص القولي وبين العمل أو بين الحديث الفعلي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب العلماء في ذلك عدة مذاهب، من أهمها أن النهي على ما هو عليه، النهي أي النهي القولي على ما هو عليه، وأما الفعل فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم، كما نقل السيوطي قال آخرون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الدالة على المنع باقية بحالها. وأيده ابن دقيق العيد بأنه لو كان هذا الفعل عاما للأمة لبينه لهم بإظهار بالقول، فإن الأحكام لا بد من بيانها. ولكن رد الحافظ ابن حجر هذا الرأي بقوله ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. القول الآخر ذهب آخرون إلى دعوى النسخ، ويوحي بذلك فعل ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، حيث ساق هذا الحديث وبعده ساق عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر وحديث جابر نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بطروحنا إذا أهرقنا الماء، أي إذا تبولنا. ثم قال رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، فقوله قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة استنبط منه هؤلاء أن هذا الحديث هو المتأخر، فهو ناسخ للحديث القولي. فقال وهذا يدل على أن حديث النهي نسخ على أن حديث النهي القولي نسخ بغيره، وإلى هذا ذهب الحازمي وغيره. ولكن تعقب هذا الفهم ابن الجوزي فقال وقد ظن جماعة النسخ الأول بالثاني وليس كذلك. وقال النووي وأما قولهم ناسخان فخطأ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، ولم يتعذر هنا. فكونه متأخرا لا يعني أنه مفيد للنسخ، يعني كون الحديث يأتي متأخرا على حديث آخر سبقه لا يعني أن المتأخر يكون سابقا لا يعني ناسخا للحديث الأول. لماذا؟ لأنه بالإمكان أن نجمع بين الحديثين، والقاعدة أنه ما أمكن إعمال الأحاديث فلا يصار إلى النسخ. والقول الثالث عمل أو اتجه إلى العمل بالحديثين، ففرق بين الحكم في حال قضاء الحاجة في الخلاء وبين قضائها في البنيان، فمنعوا الأول وحملوا عليه الحديث القولي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول غائط، وأجازوا الأخير الذي هو استقبال القبلة أو استدبارها في حال البنيان. وهذا هو أعدل الأقوال وأحكمها. لماذا؟ لأن به يجتمع العمل بجميع الأدلة. قال الشافعي في هذا كان القوم عربا، أي كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عربا، إنما عامة مذاهبهم في الصحاري، أي إنما عامة قضائهم الحاجة في الصحاري، وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم. المقصود بالحش مكان قضاء الحاجة كالحمام. فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلي بفرجه أو استدبره، ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا، فأمروا بذلك. وكانت البيوت مخالفة للصحراء، فإذا كان يمكن
من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء. فلما ذكر ابن عمر ما رأى من الرسول صلى الله عليه وسلم من استقباله بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة، دل على أنه إنما نهى عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل. وقد صحح ابن عبد البر هذا الرأي فقال: والصحيح عندنا الذي نذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه والشافعي، لأن في ذلك استعمال السنن على وجوهها الممكنة فيها دون رد شيء منها، أي أمكن أن نعمل بالحديث القولي فلا نستقبل القبلة ولا نستدبرها أثناء قضاء الحاجة إذا كنا في فضاء، ولكن إذا كان الإنسان في بنيان فإنه ليس عليه حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أمكن أن يراعي ذلك في أثناء البنيان فهذا حسن وهو من الخير. ويؤيد هذا ما نقل عن مروان الأغر أنه قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الحالة الثامنة: يلتحق بتعارض القول مع الفعل تعارض الهم بالفعل مع الفعل. ولا شك أن الهم بالفعل ليس فعلا، وإن كان الله عز وجل يثيب على الهم بالحسنة ولا يعاقب على الهم بالسيئة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. فرق بين الهم وبين الفعل، فالهم مرحلة تسبق الفعل مباشرة، فقد نقل السيوطي في الأشباه والنظائر عن السبكي أنه قال: الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمسة مراتب، الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب أو خمسة أحوال. الأول: الهاجس، وهو ما يلقى في النفس، ثم جريانه فيها وهو الخاطر، ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا، ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به. ومثال هذه الحالة أي تعارض الهم مع قول للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين واللفظ البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا الحديث يتعارض في الظاهر مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما، إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. أخرجه البخاري في الصحيح والترمذي في الجامع وأحمد في المسند. فهذان حديثان
صحيحان. أولهم هم بفعل، والثاني نهي عن ذلك الفعل. وواضح أن الهم بالتحريق يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرق بالنار، ولذا فإن ابن حجر رأى كما في فتح الباري أن التحريق كان ثم نسخ، وذكر الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك أي بالتحريق. فكأنه في هذا جمع بين الهم بالتحريق وبين المنع منه بأنه مما نسخ. الحالة التاسعة من حالات توهم تعارض فعلي للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعزى تضاد الأفعال لرجل ما فضلا عن نبي يوحى إليه، فإن هذا يشير إلى نقص في هذا الشخص الذي يفعل فعلا ثم يفعل ضده. والله عز وجل يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. فإذا كان هذا في الناس عموما أن شخصا تتناقض أفعاله ويدل ذلك على نقص فيه، كيف يمكن أن ينسب ذلك إلى نبي يوحى إليه ويؤتمن على وحي الله عز وجل ويطلب منه تبليغه للناس؟ ولذا يلزم التدقيق وإدراك صعوبة توجيه مثل هذا التناقض عند ورود ادعاء تعارض الفعلين من شخص واحد في وقت واحد. يقول القاضي الباقلاني رحمه الله: دخول التعارض على الفعلين محال، لأنه إن وقع أي الفعلان من شخصين أو من شخص واحد في وقتين أو على وجهين مختلفين لم يكن بينهما تعارض، لأن الفعل يكون من أحد الفاعلين قربة، ويكون من الآخر معصية، ويكون من الشخص الواحد في وقت قربة وفي وقت آخر حراما. لكن أن يكون ذلك من شخص واحد في وقت واحد فإن هذا يشكل. ولذلك قال العلائي: هذا القول هو الذي أطبق عليه جمهور أئمة الأصول، أي أنه يستحيل أن يحصل هذا التناقض في فعل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد إذا كان هناك فعلا تناقض وتعارض حقيقي. وذهب جمع آخر من العلماء إلى أن وقوع التعارض يفيد جواز فعل الأمرين، يفيد جواز فعل الأمرين أو يفيد نسخ الأشد للأيسر كنسخ الوجوب للندب أو نسخ التحريم الأقل وهكذا. وقال القرطبي: يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بأن الفعل يدل على الوجوب، فإن علم التأريخ فالنسخ، وإن جهل فالترجيح، وإلا فهما متعارضان كالقولين. وأما على القول بأنه يدل على الندب أو الإباحة فلا يمكن أن يحصل هذا التعارض. وقد حصلت مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه صفات وحالات مثل ما نقل في صلاة الخوف، فقد نقل عنه
24 صفة صح منها كما قرر بعض أهل العلم 16 صفة، ولا يمكن أن يحمل على هذا أنه تناقض من النبي صلى الله عليه وسلم أو تعارض، وإنما هو دليل على أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات فإنما هو تشريع وفعل جائز سائغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من الحالات التي حصل فيها التعارض بين النصوص الشرعية الثابتة، أو حصل توهم التعارض بين النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثيراً ما يورد المعاصرون وأصحاب المدارس الأهوائية أحاديث ويطعنون عليها كثيراً بأنها تتناقض مع العقل ولا يقبلها العقل فيضعفونها لأن عقولهم لا تدركها، مثل ما يضعفون حديث الذباب وكل ما ورد من الأحاديث التي في نظرهم أنها لا توافق منطق العقل ولا روح العصر. وهذه فتنة انتشرت بين كثير من أهل الأهواء في القديم وفي الحديث. ففي القديم بعض الفرق المنحرفة استحسنت اجتهادات وآراء تبنتها وجعلتها مذهبا لها، ثم ذهبت تحرف أو تؤول نصوص الكتاب والسنة وتحريفها على غير ما قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقابلها من حديث يصادم منطوقه ما فهموه يتأولونه تأويلا لا يليق ولا يسلم ويتناقض مع فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، أو يتناقض مع مدلول اللغة العربية، أو يدعون أنها أحاديث ضعيفة ولا تثبت. ولذلك نجد في هذا الأمر يعني تخليطا كثيرا، أي في باب ادعاء تعارض النصوص مع منطق العقل كما تبنى ذلك المعتزلة فيما مضى، وتابعهم على ذلك كثير من المنتمين إلى المدارس الفكرية الأهوائية المنحرفة، أو تبناه أيضا كثير من أصحاب الشهوات والمصالح والمقاصد الدنيوية، فجعلوا دين الله عز وجل لعوبة بالتعطيل والتحريف. وهذا يقتضي من أهل العلم أن يدققوا في الأمر وأن يرجعوا إلى قواعد وأصول أهل العلم وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والقواعد التي قرروها عاصمة من الزلل والانحراف عن جادة الصواب، ولا يقوى على هذا المنهج وهو لزوم مقتضى الكتاب والسنة واتباع والتزام فهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة والأئمة المقتدى بهم ممن عرفوا بالفضل والاستقامة والاقتداء الدقيق الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوى عليه كل أحد، وإنما يوفق إليه من اختارهم الله عز وجل ووفقهم وهداهم للحق. ومن هنا العلم ليس أمرا يستهان به، وليس كل أحد يستطيع أن يوفق فيه ولا أن يدرك منه ما يريد، بل العلم منه ما هو مكتسب يوفق الإنسان بالسعي والبذل، ومنه ما هو منحة وفتح من الله عز وجل يقذفه الله عز وجل لمن رأى في ذلك صلاحا له وللأمة. والعلم إذا لم يقصد به وجه الله عز وجل ولم يرد به إرضاء الله تبارك وتعالى
ولم يرد به العمل، وإنما قصد به التزيد، وقصد به مقاصد لا يرضاها الله عز وجل، أو غلبت على الإنسان نوازع نقصه وشهوته، فإنه لا يرجع من ذلك بطائل، بل قد يكون هذا العلم حجة عليه يوم القيامة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، أي أن هذا العلم إذا تهيأت لك أسبابه ووفقت لمعرفته ثم لم تعمل به ولم تهتدي به ولم تحرص على أن تصل إلى الحق، بل تركت الفرصة لضعفك ولشهوتك ولأهوائك ولتأثير أهل البدع فيك ولتأثير أهل المصالح ومن قد يكون في اتباعهم ومجاملتهم والأخذ بما أخذوا به مصلحة في الدنيا، فإن هذا لا يعذرك عند الله عز وجل وأنت عرضة للمؤاخذة. ولذلك نجد أن السلف الصالح انتفعوا بهذا العلم غاية الانتفاع، فاستقامت أمورهم وكثر فيهم اتباع السنة وقل فيهم الانحراف. بينما على كثرة العلم وسهولة الوصول إليه من خلال وسائل التقنية الحديثة ومن خلال المعلوماتية التي انفجرت في هذه الأرض وصارت الدنيا وكأنما هي بيت واحد، مع ذلك نجد أن الموفقين الملتزمين المعتصمين بالكتاب والسنة ليسوا هم الأكثر، بل الأكثر هم من انحرف عن جادة الصواب. ولا يعني هذا أن الإنسان يشمت بهم أو أنه يحتقرهم أو أنه يعني يثق في نفسه وينظر بالدونية الآخرين، ولكن ما يحذر نفسه من أن لا تكون على استقامة. جاء في سير الصالحين أن الاستقامة على ما يريد الله عز وجل من أهم ثمرات العلم، فقد جاء في ترجمة حاتم الأصم أنه تتلمذ على سلم البلخي أكثر من 33 سنة، فسأله شيخه في آخر حياته: منذ كم صحبتني؟ قال: صحبتك منذ 33 سنة. قال: فما تعلمت فيهن؟ قال: تعلمت منك 8 مسائل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب عمري ولم تتعلم مني إلا 8 مسائل، ذهب عمري معك ولم تتعلم مني إلا 8 مسائل. قال: نعم، لم أتعلم غيرها ولا أحب أن أكذب. قال: فما هن؟ قال: الأولى تأملت في قول الله عز وجل، نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم يميلون مع الشرف والنسب والمال، فتأملت في قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعلت التقوى هدفي حتى استقرت نفسي على طاعة الله. فمن خير ما يستفيده المرء من طلب العلم تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي ما يعصم الإنسان عن الزلل والانحراف والميل مع الأهواء، وتغريه وتشده إلى اتباع السنة رجاء ما عند الله عز وجل وإن كان ما كان. قال: أما المسألة الثانية، قال: فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يكون له شيء عنده قيمة ومقدار يرفعه ويحفظه، فتأملت قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع لي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله عز وجل حتى أجده محفوظا عنده. قال له الشيخ: أحسنت، فما الثالثة؟ قال: إني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت بعضهم يقتل بعضا ويطعن في بعض،
فتأملت في قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعاديته وحده لأن الله قد شهد عليه بالعداوة، وتركت عني شهاب معاداة الخلق. كثيرا أيها الإخوة من الناس تذهب عواطف قلبه ومشاعر نفسه في مكايدة الناس والحقد عليهم وتطلب عداوتهم من أجل أمر الدنيا، وكل من هؤلاء الناس قد يكون لك صديقا وقد يكون لك عونا على طاعة الله لو استقام على أمر الله عز وجل، وعداوتك له لا تقربك إلى الله عز وجل ولا تبعدك عن ناره. إذا كانت هذه العداوة وهذه المكايدة وهذه المشاحنة ليست على منهج شرعي يرضاه الله عز وجل. قال: أما المسألة الرابعة فإني نظرت إلى هذا الخلق، فوجدتهم متوكلين على مخلوق، هذا على تجارته وهذا على صناعته وهذا على أسبابه التي يراها. فتأملت في قول الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها. فأيقنت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها، فلم أستعجل نصيبي بذل النفس ولا بسلوك طرق الحرام. ثم ساق بقية المسائل الثمان، وكلها تصب في أن صلاح الإنسان باستقامته الحقيقية على مراد الله عز وجل في الاعتقاد وفي التلقي وفي العمل. في الاعتقاد بأن يعتقد ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التلقي بأن يتقبل هدى الله عز وجل من المصادر التي شرعها الله عز وجل مصدرا للحق: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وما يتفرع عنها من اجتهاد وقياس وإجماع استقر عليه مذاهب أهل الحق وأنها مصادر الحجة والهدى. أيها الإخوة، نحن في زمن تشتت الناس وتفرقوا، وتشتتهم وتفرقهم لم يبقى مجرد معلومات نظرية وأفكار تأتي وتذهب، ولم تعد أقوالا تشيع في الهوى، بل تحولت إلى سلوكيات وأفعال أدت بهم إلى التناحر والتقاتل، ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم تأخذ من خيراتهم ما تشاء وتفعل فيهم وفي إضعافهم وفي تشتيتهم وفي تفريقهم ما تشاء، مما يستدعي وقوفا صادقا مع الله عز وجل ومع دين الله عز وجل بالاستقامة على أمره والالتزام به والتناصح عليه وبذل الدعوة على وجه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما عليها. فحمر النعم هي الإبل الحمراء التي كانت أنفس أموال العرب ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: إن هداية ولو شخص واحد على يديك وتبليغه شرع الله عز وجل وتأليف نفسه على قبول هدى الله خير لك من أنفس أموال العرب، خير لك من الدنيا وما فيها. هل الإنسان الحريص على ما عند الله عز وجل يحتقر أن يبذل جهدا في هداية الآخرين وتقريبهم إلى الله عز وجل وتحبيبهم فيه، ولا يقرب أحدا إلى الله
إلا وقد عظم الله عز وجل. فأنت لا تقرب هذا الإنسان إلى الله إلا أنك تعظم الله عز وجل، وترى أن في عبوديته لله واستقامته على منهجه أن فيه خيراً وعبودية الله عز وجل. وهذا الإنسان الذي يهتدي على يديك لا يوفق إلى عمل صالح إلا ولك مثل أجره، كما جاء في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بل إن العلماء قرروا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته، لأنه سبب هدايتهم، وهذا الخير وهذه النعمة العظيمة وصلت إليه الأمة من خلاله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فكل واحد منا وقد أعطاه الله شيئا من العلم والبصيرة والهدى حري به أن يبذل ما يستطيع في هداية الناس الحق، وليس مجرد أن يتحولهم من الكفر الإسلام، بل الأهم من ذلك أن يحولهم إلى الإسلام الذي يرضاه الله عز وجل ويرضاه رسوله، والذي يجعل الإنسان فعلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فينتسب إلى الإسلام ملايين البشر، بل المسلمون اليوم هم أكثر، كي يكادون يكون أكثر الأمم، ولكنهم كما جاء في الحديث قد يصدق عليهم أنهم غثاء كغثاء السيل. لماذا أيها الإخوة؟ كما وصف الله عز وجل: ولكنه الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قالوا: حب الدنيا وكراهية الموت. فالحاصل أيها الإخوة أن العلم نعمة عظيمة، وكلما كان الإنسان في علمه على هدى وعلى بصيرة وعلى منهج صحيح ووفق إلى محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بها، كان ذلك خيرا له ولمن يهتدي على يديه. والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذا الجهد، لأن الخطر بها محدق، ورايات البدعة والكفر والضلال تهدد المسلمين حيث ضعف المسلمون وتفرقوا وقصروا في التزام منهج الله عز وجل. والله عز وجل إنما ينصر من ينصره ويوفق من يهتدي بهديه ويلتمس نصرته. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا جميعا من فتنة القول والعمل. وإذا كان بقي وقت في أسئلة فلا بأس. تفضل شيخ. ما سمعتك. لا نسخة. لا نسخة في الأخبار أو الأقوال. كيف لا يكون لا نسخة في الأخبار؟ يمكن أنت فهمت خطأ، يمكن نشوف سؤال آخر. النسخ ثابت، وهذا النسخ ورد بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. فهذا يثبت أن الحكم تغير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في بداية الأمر، ثم صرح بأنه أذن في ذلك. فالنسخ يمكن الأمر في جملة يعني لم ننتبه إليها أو مشكلة. سؤال آخر، الأخ الثاني. نعم تفضل. نعم، الحقيقة الأخ يسأل عن أنه قد يرد في محاضرات وفي دروس بعض أهل العلم حديث
فيها ضعف. أولاً، أن ضبط العلم وإتقانه وتحري الصواب فيه ليس أمراً ميسوراً، بل هو يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل وتوفيق من الله، ويحتاج إلى جهد يبذل ليضبط الأمر. ولذلك أحيانا الإنسان يتكلم ثم يرد على لسانه حديث محل نظر، فقد يضعفه بعض أهل العلم، وقد يصح بعض العلم، وقد يكون الراجح فيه الضعف، ولكن هذا الحديث وإن أورده وهو من جهة السند محل ضعف، إلا أنه قد يكون من حيث معناه هو ثابت وصحيح، فالأمر فيه سهل. ولذلك العلماء قد قرروا أن الحديث الضعيف يعمل به ويستشهد به إذا كان ضعفه منجبرا، وإذا كان منسجما مع قاعدة وأصل من أصول الدين ولا يتناقض معها، وبخاصة إذا رواه بصيغة فيها نوع من التمريض وليس فيها الجزم، بأن يقول يروى عن رسول الله، ينقل، يذكر، فهذا أمر جوزه أهل العلم، لأن هذا الحديث الذي تكلم فيه وضعف أو هو حاصل الأمر في أنه ضعيف، هو في نهاية الأمر لم يستقل بحكم، وإنما ما فيه من حكم ومعنى وارد في بقية النصوص. كان أحد الإخوة سأل عن أشهر وأبرز كتب أهل العلم فيما ظاهر التعارض في الكتاب والسنة. هناك كتب كثيرة، ومن الكتب المتقدمة اختلاف الحديث للشافعي، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وتأويل مختلف الحديث لابن فورك، وشرح معاني الآثار للطحاوي، والمعرفة للسنن والآثار البيهقي. وهناك أبحاث ورسائل جامعية كثيرة بحثت أيضا في بعض أنواع هذا التعارض. فالموضوع أو هذا النوع من العلم فيه مؤلفات ومصنفات كثيرة جدا، والحمد لله. سأل الذي سأل عن قضية الأخبار، لا تنسخ الأخبار، أو الأصل ألا نسخ في الأخبار. يقصد أن الأحاديث والأخبار والنصوص في الأصل أنها ترد من الشارع صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، ولا يقال بنسخها إلا بقرينة أو بدليل، بمعنى أنه لا يلجأ القول بالنسخ إلا عندما يكون له داع ويضطر إليه. وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أخباره، يبلغ وحيه وشريعة الله عز وجل على أنها معمول بها وليس منسوخة. فالأصل هو عدم النسخ، إلا إذا قلنا أن هناك فرق بين الأخبار، وأن المقصود بالأخبار هي الأخبار المتعلقة بأمور الغيب وأمور الماضين، فإن هذه لا يتطرق لها النسخ، لأنها شيء ليس متعلقا بالأحكام التي يمكن أن يتغير فيها الحال. أخي أحد من الإخوة يسأل ويقول: قد يغلب الهوى في النية ويجعلها الشيطان بقصد الرياء من العمل. وهذا حقيقة مدخل شيطاني لا يكاد ينجو منه إلا من وفقه الله عز وجل، وهو أن الإنسان يعمل الطاعة من عبادة ومن علم ومن طلب علم ومن صدقة ونحوها، ثم يتسلل إليه الشيطان ليجعل نفسه حظا من ذلك، والعلاج لذلك هو المجاهدة. يقول أحد السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. أي أن الإنسان في صغره ربما يدفع إلى حلقات العلم من غير أن يكون الأمر واضحا له، وقد يكون دفع إلى ذلك من باب التنافس والتقدم على الآخرين. ولكن ما إن يجلس إلى العلم ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه في نصوص الكتاب والسنة إلا ويقوى في قلبه وفي نفسه الإيمان، فيصح من خطئه ويستقيم أمره ويصح نيته. والأمر أيضا بحاجة إلى تذكير وإلى نصح،
وعظ للنفس، وكلما وفق الإنسان لمجالسة أهل الإخلاص وأهل الصدق وأهل العزيمة كلما كان ذلك أعوان له على التخلص من الهوى. أخ يسأل يقول: أبنائي محافظون على الصلاة والحمد لله، لكن المشكلة في سنة الفجر غير حريصين عليها. لا شك أن كون أولادك يحرصون على الفجر هذا خير، ولكن أيضا من حرص على الخير القليل لا بد أن يكمله بإذن الله عز وجل، فعليك مناصحتهم وترغيبهم وبيان ما ورد في فضل سنة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها في حضر ولا سفر. وبإذن الله عز وجل كلما قوي الإيمان في النفوس وكلما تعهدوا بالنصح كلما كان ذلك بإذن الله عز وجل سببا إن شاء الله في تشجيعهم على ما هو أفضل. أخ يسأل يقول: ما رأيك بتأويل الأحاديث والآيات على أمور لم تكتشف إلا حديثا، مثل قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، ونحو ذلك من المكتشفات العلمية التي توصل إليها العلم الحديث وقررها الناس وتعارفوا عليها وانتشرت. لا شك أن هذه المكتشفات في كثير من أحوالها جاءت على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذا يمثل معجزة لهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس إلى الإخبار بمثل هذه الأمور، ومع الزمن اكتشف الناس صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولذلك كثير من أهل العلم أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل لما عرفوا أن الإسلام نبه على هذه القضايا وقررها قبل أن يكتشفوها. وقد ظهرت مؤسسات ومنظمات فكرية وأقسام علمية تعتني بالإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الدين من لدن الكريم المنان. قد يلتبس الأمر على كثير من المفتونين ويتعاملون مع الدين وكأنهم غير مقتنعين به أو مسلمين له أو من أهله، فيعملون ويتصرفون ويسلكون سلوكيات أعدائهم وسلوكيات من ليس بمسلم. ولكن لو صحت ضمائرهم وأدركوا صدق هذا الدين وأنه وحي من الله عز وجل، وأن الإيمان ببعضه يقتضي الإيمان بكله، وأن من آمن وشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفي منه أن يحب الدين محبة عاطفية نظرية، ولا يكفي منه أن يتعامل مع هذا الدين بروح باردة وهمة ميتة، بل مقتضى الصدق أن يأخذ هذا الدين وأن يعمل به وأن يهتدي به وأن يخالف أصحاب الجحيم ويكون مقتدياً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوة يسأل عن حديث وصية ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. هذا الحديث حديث مشهور صححه كثير من أهل العلم وعليه العمل. أخ يسأل يقول: ماذا يفعل طالب علم الحديث في هذا الزمان حيث قد انشغل العلماء وقلت مجالس التحديث
وبعدت المسافات، ولا يجد طالب العلم من يعتني به كما كان من قبل، فهل بمنهجية يسير عليها طالب علم الحديث حتى يتعلم هذا العلم العظيم؟ وهل يكتفي بسماع شروح الحديث والمصطلح من طريق الأشرطة وغيرها والقراءة؟ نرجو التوجيه. أولا، أن طلب العلم صار ميسورا أكثر من ذي قبل، صار ميسورا أكثر من قبل. ولو تأملنا في واحد من كتب من الكتب التي تذكر سير أهل العلم وصفحات صبرهم على طلب العلم ورحلتهم في ذلك وتعرضهم للفقر بل للجوع إلى حد القرب من الهلاك مع بعد المسافات وقلة الوسائل وضيق ذات اليد، ثم وجدنا هذا العلم التي تتيسر مصادره في كل مكان، في موسوعات إلكترونية، في مكتبات، في طلبة علم ومشايخ، في جامعات، بل في كل حال نجد أن هذا العلم ميسور. لكن المشكلة ليس في وفرة وسائله وأسبابه، المشكلة في الهمة والعزيمة على تحصيله. والأخ إذا لم يتيسر له ولم تكن عنده وسيلة ولم يكن على معرفة بوسائل التقنية الحديثة والموسوعات الإلكترونية والشبكة العنكبوتية والانتفاع بها، فبإمكانه يسمع الأشرطة، بل صارت العلوم الآن على الهواتف الذكية، يستطيع الإنسان وهو في مجلس أن يصل إلى هذه الموسوعات وإلى هذه المواقع ويبحث عما أشكل عليه. صحيح أنها قد لا تعطيه هذه منهجية دقيقة، ولكن إذا اجتمع إلى هذا بعض الوقت بأن يدخل الإنسان في دورات متخصصة وفي مجالس معينة، ولو رحل إليها ولو انتقل إليها، فهذا خير كثير. أما انشغال العلماء فالعلماء لم ينشغلوا كلهم، ولو انشغل بعضهم فنرجو أن يكون شغلهم في خير. والعلم أيها الإخوة هو نعمة من الله عز وجل، يوفق لاحترامها وبذلها والصدقة بها من يختاره الله عز وجل ويعينه، وتفوت على من يزهد في أجر بذلها. وبذل العلم ليس سهلا، حبس النفس على طلب العلم أو على تعليمه أو تحضيره أو إعداده من الأمور الشاقة على النفس التي لا يصمد لها إلا الموفقون. ومن هنا ينبغي كثرة الدعاء والابتهال الله عز وجل أن يوفق الإنسان إلى طلب العلم، وإذا أعطاه الله عز وجل وفقه لشيء منه أن يوفق إلى بذله ونشره وإشاعته. فصدقة العلم أو فزكاة العلم هو تعليمه، والعلم يسأل عنه الإنسان حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. حق على الإنسان إذا بلغه هدي الله عز وجل أن يبلغه غيره، وأن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر حتى تشيع السنة وتنقمع البدعة ويكثر الخير ويقل الشر. لم يكثر الشر وتغلب الغفلة على الناس إلا لأن كثيرا من الناس لم يعد ينشر العلم. تقام المجالس ويجتمع الناس في مجالس صلة رحم أو مجالس سعة صدر، ثم يقصر الكثير في أن يشغل هذه المجالس بخير. وكان أهل العلم وأهل الفضل إذا كانوا في مجلس شغلوه بعلم نافع فاستفاد الناس وخرجوا بثمرة فائدة. الآن أصبحت المجالس للأسف الشديد إما مجالس فاكهة تغيبة ونميمة وقيل وقال، أو توسع في حديث الدنيا وتأربية النفوس على المبالغة في طلبها والانشغال بها، مع أن الله عز وجل قد قسم الأرزاق، لن تموت نفس منفوسة حتى تستكمل رزقها وأجلها. استعجلت حرصت أكثر رزقك مكتوب. نعم يا شيخ.
لا يحضرني في هذا شيء مؤكد. نعم، هذا عليه فتوى في أنه لم يعرف رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة، لكن الدعاء في آخر الصلاة أو الدعاء دون رفع يدين هذا وارد، والدعاء عبادة الله عز وجل مطلقة ومقيدة. الصحيح أن من هم بحسنة فعملها كتبت له حسنتين إلى أضعاف مضاعفة، كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عمل بها كتبت له، وإن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، وهذا فضل الله عز وجل، وهذا في حديث صحيح مر معنا في الدرس. لا، المقصود وإذا هم بسيئة فعمل بها كتبت له سيئة، فإن لم يعمل بها كتبت له حسنة. إن شاء الله تصحح. بقي شيء؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.